النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها نلاله عليه الصلاة والسلام يعني فاطمة يالله يرمي به سليني من مالي ما شئتي ما أنا نلاله صلى الله عليه وسلم يعني فاطمة. أطلب مني النفقة أو أستطيع أعطيك النفقة ما أنا نلاله صلى الله عليه وسلم يعني فاطمة لندن كلامك وفعلها إمورة إنجورة ولا كوندي إمورة لا أغني عنك من الله شيئا كوندي مواتم نفدك الله سبحانه وتعالى هيهونة يعني القرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن القريب شيئا ما أنا بدأ أقول نلاله صلى الله عليه وسلم الذي يغني هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كنفته دي فاري جوكو نلا صلى الله عليه وسلم كون انكو جوكو نلا صلى الله عليه وسلم كو اورو بري بادار نلا صلى الله عليه وسلم نعم لو كان القرب يغني عن القريب لكان اغنى عن فاطمه رضي الله عنها ستاينو بدا قول نلا صلى الله عليه وسلم انو نفنك الله سبحانه ان انت نفنك الله سبحانه وتعالى يما فاطمه عندهم هرينو يونينو بكم إذن لا يمكن أن ندعو النبي صلى الله عليه وسلم أو إيوه هل ندعو النبي صلى الله عليه وسلم وتابع الدعاء ندعو الله سبحانه وتعالى كوننكو الله قوت وكانكو دعاء أن تراد نلتجئ إلى الله روتت إنك فادك الله فابن وري الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بشر تميز عنا بأنه يوحى إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام نلا صلى الله عليه وسلم كوننكو كسيف مرن كبسير تري مرن الله نجيبنا وحي هوري مبي نعم نتقرب إلى الله كدين بدر فادك الله سبحانه وتعالى مقام النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا ينفع أحد معنى نكورة أن باقي النبي صلى الله عليه وسلم كالله يقول الله يده ورنه نعم فما بالنا بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم الأموات جون نستيوني أن النبي صلى الله عليه وسلم كجمع أو نكورة بجوغيه كالله سبحانه وتعالى عنده فوق بأوالم إتان اللورة ورى الدنيا غلما أبدان غلما نفع بأوال عنده هذا يتيسي كي كونا نرسل صلى الله عليه وسلم كيف تعبد جيفة جيفة يعني هذه نتنة رائحة أكله الدود كونا ريبتا نتنة عندنا هورما وني فوري جون وني ليدي جون قيل نيامي وحنو تورتا وانتنا ما هاجو لو استطاع أن ينفع أحد لانتفع هو من نفسه ولم يمت يكون تحت الأرض ستاين وان اوتن اوتن وان نفد يقول لغون ونفعنا هورما وما يتانا وانا كان الليد قيل نيامي ما أوا كيف تترك عبادة الحي الذي لا يموت ونعبد الأموات؟ كهن أشرتن دول أن أننا هرمات كوردو حتى ندون مماية فيو يمر الرئي ميدو. لو جاء عندنا إنسان وادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. سقط أجو أريجون بعد بعدنا صلى الله عليه وسلم نودي تيجي وندم كان كنولا ولا كأننا باجو. ماذا نقول عنه؟ كون إنتين أنهم نكذب والله نقول أنت كاذب وكافر كفر أكبر. إن أن ديك وافنوا ودي أن وافنهم إن وافنوا وجدوا الله سبحانه وتعالى كت. نعم فكيف هذا في من رفع إنسان مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكفر كفر أكبر. جون كون يدو دم ورا هفير إن دم كبار يتي مقام مكو وإني كان كو أن باجو تيدنا صلى الله عليه وسلم كو أن باجو كو نت دم سيف مكو كونو كو وري كان كو إني وان دم كان كار كو أن باجو سيف أن الله صلى الله عليه وسلم وري كيفيرو. فكيف الآن في من يرفع أناس مرتبة جبار السماوات والأرض هذا الكفار من باب أولى. جونن هن إتي سك نون أورو يتو ونت وأمو بلاس الله سبحانه وتعالى يرفع التجاني مرتبة جبار السماوات والأرض. سيفو يتجوني أن الشيخ تجان أورو وندما أورو ونأم بلاس الله سبحانه وتعالى هذا هو الكفر الأكبر نسعى في السماء. أورو وني ما نحفرك برمن جان أورو كيف راجل ينفر لا يمكن أن يدعى إلا الله. واو تاو وند نغو توروتو ولا ريوتك ولا الله سبحانه وتعالى لا نلتجئ لا نفتقر الا من الله الروت تتاكو ان فابي نورتا سونا الله سبحانه وتعالى كان كنتم والله لو خفنا من الله خاف منا كل شيء والله استاوني نو اني هولينو الله تيجي دو هولي ردينو كلاما هون كون ادنا هولينو اني هوري ميد ولا يمكن ان نقدم محبه احد على محبه الله سبحانه وتعالى واو تاوند فيون اردنتن جيجول غودوغو ولا غودونغو امور هوري جيجول الله سبحانه وتعالى هل نريد ان نعيد ما كان عليه الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا انفام انفالا روتو دي اداجي اننا هربي هيفراب ادو اسلام ارد تو فالا روتو تادي نعيد الجاهليه مانا ارتيرن جاهليان كو ياغال كو ونو باو كو نو فالين ارتيردي التي بنيت على الجهل ونترك الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مجر عندنا هرما كو امور كو مجر ماهي اتشين دين النبي صلى الله عليه وسلم كو اديكم لا والله لا يمكن دون واتا وندي ودوكا ودي دون فيو والله لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم ان يعبد من دون الله النبي صلى الله عليه وسلم اي مقام بهم فو
بولتا بفون ريبتك وانا الله سبحانه وتعالى كل الخلق يفتقر الى الله سبحانه وتعالى تقوجي الله ينفط هتنجني الله سبحانه وتعالى من يعطينا الجنه كهم جنات الجنه الله سبحانه وتعالى والله ونجنون الجنه ومن يعطينا الرزق كهم وان ارسك وين الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى فكيف نطلب الرزق من غير الله كهم دبرت ارسك كون الله امر كون الله سبحانه وتعالى اسال الله سبحانه وتعالى ولكم الهدايه والله اعلم يالله فيني ان ترين الله سبحانه وتعالى اوكتم بيوال